بس قلت بما ان حضرتك دكتور تاخد مراتي اللي انا ما لمستهاش توديها لحد من زمايلك الدكاتره يكشف عليها يعمل لها سونار ولا اي زفت يعرف لنا البيبي اللي عندها ده ولد ولا بنت. الكلام الفارغ اللي بتقوله ده ما تحترم نفسك. ايه كلامي مش عاجب حضرتك؟ امال ايه اللي عجبك يا دكتور؟ انك تجوزني واحده حامل؟ هو في ايه يا ابني؟ ما حدش يفهمنا في ايه؟ اتكلمنا انا كده في الجنة. فين العروسة طلعت حامل؟ طب يا حبيبي عرفتك حامل ألف مبروك، إيه بقى اللي أنت عامله ده؟ مبروك إيه وصفت إيه؟ ما أنت تبع مين أنت أصلاً؟ أنا ابن خالتها ومسؤول عنها. بقول لك العروسة حامل من قبل ما نتجوز. وما هي حامل من قبل ما تتجوز، ما فكرتش يا عبقري هتتجوزك ليه وهي حامل من حد غيرك؟ وأنا عارف كويس إن كان في بينك وبينها حس حب من قبل ما أسافر. ما توزن كلامك كده وتهدى علينا. أقول لكم إيه؟ بنتكم عندكم إيه؟ اسألوه عن اللي أنتوا عايزينه. أنا لا بشك ولا بتبلى على حد، أنا ما بقولش غير الكلام اللي هي قالته بنفسها. إيه ده بس شوية يا ابني؟ الحكاية مالك؟ ما تنطرف ايه؟ اتكلمي! ايه السخافة والوضع اللي بقولها جوزك دي؟